السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم سلوت. لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب. اليوم راح اصور فيديو طبعا يعني صور عن السحبة، وطولت كثير وما صورت فيديو فاير، وهذا راح يعتبر اول فيديو انيميشن. يعني في فيديو قبله بس هذا كان ماخذ شخصية من يعني لعبة. طيب هذه المرة انا رسمت شخصية فاير، بعرف ان الشخصية بحيط فاير، ان شاء الله المرة الجاية اكون ارسم شخصية افضل من كده بكثير. اليوم راح نعلمكم كيف تسووا مود مثل هذه المودات. يعني انتم مثلا تبوا تسووا مود كذا برجر، مود بيض وكذا. يعني انا سويت مود سياره، سويت هذا، كثير اشياء رهيبه يعني. يلا نبدا نسوي الفيديو. اول شيء تدخل التطبيق، اول شيء بوريكم التطبيق هو ايش اسمه علشان تقدروا تنزلوه وتعرفوا. اوكي يا جماعة شوفوا هذا هو التطبيق. هذا هو، تحملوه وبعدها تدخلوه وعلى طول راح يدخلكم هنا كده. واجهة التطبيق راح يدخلكم، يعني ما في ولا مود من هنا. اول شي بوريكم المحل وكذا. يعني مثلا تيجوا تضغطوا هنا راح يكون موجود هنا مودات الناس. مثلا الناس ايش مسوين من مود، هذا الشخص مسوي مود ما ادري. يعني مثلا في ناس مسوين مودات هنا. يعني اذا ما تبي تسوي مود يعني ما طفشان ومو عارف كيف تسويه، يعني تلاقي في ناس كثيرين مسوينه. بعدها تجي وخلاص ترجع للمحل هنا. اوكي هنا حاليا الوحوش مثلا والاماكن والاشياء، تضغط على علامة زائد هذه تضغطها. لحظة أعدلها بس عشان تقدروا تشوفوها زين. كيف بعد الشكل مدري والله، بس المهم تضغطوا هذا الزائد اللي هنا نضغطه. حلو، وتجي تلفوا في المكان تشوف ايش تبوا تسووا من مود. مثلا انا بسوي مود، ابي اسوي مثلا هذه اللي مكتوب عليها جاتا 3. لا تحسبوها انه ما يمدينا نجيبها، لا يمديكم تجيبوها وبراحتكم يعني مجانا. فيبقى انا بسوي مود مثلا، سوي هذا المود. هذا المود يعني لا تفكروا انه اذا ما اشتغل انه خلاص ما راح يشتغل ابدا وابدا وابدا. فيب راح تلاقوها هنا وتقدروا تعدلوا عليها. مثلا هنا تجوا تعدلوا على السكن، تقدروا في هذا المكان تقدروا تعدلوا على السكن على الشكل. يعني تلاقوا اشكال كثيره انتوا تضغطوها. اما هذا المحل هنا هذا انتوا ترسموا، يعني رسم تكون جاهزة بس انتو تعدلوا لون، انتو تمسحوا نص الاشياء وكذا. مثلا انا الحين يعني خلاص خلصت المود، في كثير اشياء هنا تقدروا تعدلوا بس انا يعني ما بعدل شيء كذا وخليه. يعني عادي يمديكم انكم تعدلوا او لا تعدلوا. فيب نيجي لهذه العلامة او سيفي، كلها نفس الشيء بس انا بضغط الصح كذا. عادي انتو اضغطوا اي شيء كلهم نفس الشيء. اوكي يعني احنا الحين خلصنا المود، ايش نسوي بعدها؟ ايش نضغط؟ تضغطوا هذه، هذه تضغطوها اللي فوق تضغطوها. بعدين تجي لكم هذه الصفحة، تجوا هنا تضغطوا اول محل. هنا المفروض تحطوا الاسم بس انا بحط اي شيء، يعني مو مهم انا بحط اي شيء لانه دايما ما ينجح معي. يعني يقول لي انه لازم الكتابة طويلة فيبقى انا بحط اي شيء. نجي هنا مدري والله ايش هذا، بس صراحة دايما احط 10 10 10. اوكي تضرب، نسوي هنا اسم اطول، هنا اطول. اوكي بس كذا، ويجي لكم كذا قاعد يحمل. تنتظروا وحمل تقولوا لنا وش نضغط، تضغطوا هذا هذا تضغطوا اول واحدة هذه تضغطوها. بعد ما تضغطوها تلاقونها دخلتكم ماينكرافت. يعني الحين المود خلاص راح يشتغل. الحين راح اسوي يعني عالم جديد علشان تعرف انه المود خلاص مشتغل اصلا. اوكي الحين المود هنا تحمل.
قاعد يتحمل. طيب نجي وندخل. مو جدا الحين أتأكد إنكم راح يجيكم هذا التطبيق، لأن يعني مثلا أنتوا دبوا مود مو لاقيونه تقدروا تستعملوا. نجي بسوي أنا قدامكم علشان ما تقولوا كذابة وأنتي جبتي مود ومدري وش ومدري وش. طيب يا جماعة والله هذا صدق ومرة حلو، تيك كريتف علشان يعني نقدر نجيب المود. يعني مو لازم تفعلوا مثل كل هذه الاشياء، مثل يعني اي شيء عادي انتو تبوا سيرفايفل كذا يعني كذا. تجوا هنا هذا هو المود اللي سميته، يعني تجوا تركبونه. الحين ركبت المود يعني سوري اذا انفصلت السماعة، لان السماعة صراحة كل ساعة تفصل وتفصل وتفصل. طيب سوري دي فصلت الحين كمان. اوكي يا جماعة انا اكتشفت شيء جديد، يعني انكم تسووا مثلا 100 مود ما يحتاج تحملوه على طول، يعني انكم تسموه يعني يمديكم انكم تحطوا كل المودات مرة واحدة مع بعض. طيب هذه المعلومة جاتني، يو انا بسوي كذا عشان تتأكدوا. اوكي انا بس بسوي كذا بس عشان قلت قبل شوي قاعد اجرب مود جديد. طيب حلو، تجوا هنا وبعدها تجوا عند الوحوش وراح تلاقوه، بس انا ما ادري ليش دايما يخرب معي يكون مخفي. فيب والله مرة حلو المود، ويمديكم تسووه كذا يعني اذا كان مو شغال عندكم. عندي حركة لكم، لك مو كان شغال مثلا تجوا تحطوه تقطعكم مثلا اذا كان المخفي عندكم مو معلق، طيب تقولوا انه كانكم مكر. طيب اوكي يا جماعة بس كده خلصنا الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وبس، باي.